انتي بدك تدخلي بفارماكولوجي. هلا هم بيضحكوا على البكتيريا برضه بطرق تانية، انهم بيعملوا هون بيسموه بجماعه الكيمياء بيقولوا ستيريك هندرنس، بحيث بيحموا الرابطة هاي قدر الإمكان ما يقدر يفوت إشي ويتفاعل معها. يعني بيلعبوا هنا عند الـ COH أو هنا بنسميهم side chains، هدولي بيلعبوا بالside chains بحيث بيزيدوا الستيريك هندرنس، بيزيدوا الإعاقة الفراغية، بحيث حتى لو الإنزيم موجود ما بيقدر يوصل للمنطقة هاي ويقدر يتفاعل يكسر الحلقة، سواء كنت بحكي عن سيفالوسبورين أو بحكي عن بنسلين. طبعا السيفالوسبورينات متقدمة أكثر من البنسلينات، وكان فيها إلها جينيريشن فيرست جينيريشن سكند ثيرد فورث جينيريشن، فكلياتهم طبعا كل مجموعة إلها خصائصها بناء حسب ايش في سايد تشين، ايش في موجود بالشكل الكيميائي بيحدد آلية عمله. بس بالنسبة لسؤالك، زي ما قلنا بيزيدوا الستيريك هندرنس حوالين المنطقة هاي، بحيث ايش ما يقدر اشي يتفاعل معها حتى لو البكتيريا عندها الانزيم. طيب نيجي هون لرقم 3، by bacteria changing to other metabolic system not affected by the antimicrobial used. يعني هي بتحول على نظام أيضي مختلف. يعني زي ما قلنا مركبات السلفة، مركبات السلفة بتشبه البارا أمينو بنزويك أسيد أو اللي سميناه بابا، أوكي؟ فساعتها قلنا الميكروب بياخد البارا أمينو بياخد الدواء بدل البارا أمينو بنزويك أسيد، وبيخرب تصنيع الفوليك أسيد وتصنيع الـ DNA تبعه وبيموت الميكروب. فإذا معناته إذا البكتيريا قدرت تغير الميتابوليك سيستم تبعها، بحيث إنه هي أوكي أنتوا حطيتوا لي إشي شبه البارا أمينو بنزويك أسيد، أنا ما بدي إياه، أنا غيرت لميتابوليك سيستم تاني بحيث ما بيلزمني البارا أمينو بنزويك أسيد. أوكي، في بكتيريا عندها هاي القدرة، فبالتالي إذا ما بيتأثر الميتابوليك سيستم الجديد تبعها وبالتالي ما بتموت البكتيريا. بس طبعا هل كل البكتيريا قادرة إنها تغير الميتابوليك سيستم تبعها؟ لا طبعا، مش كل البكتيريا عندها هاي القدرة انها تغير النظام الأيضي تبعها. طيب في مصطلح صغير مرقنا عليه برضو بالوحدة الماضية على السريع، يفترض فينا نعرفه، اشي اسمه المينيمم انهبيتوري كونسنتريشن. انا حكيته حكي وما كتبت لكم اياه كتابة. هلا كل ما كانت البكتيريا نيجاتيف متعارف عليه انه هي عندها اليات ريزيستنت اكثر من الجرام بوزيتيف بكتيريا، وفي عندها احتماليه ليميتيشن اكثر من الجرام بوزيتيف بكتيريا بشكل عام. تمام، هلا نيجي للمصطلح اللي احنا بدنا اياه، ام اي سي اللي هو مينيمم انهبيتوري كونسنتريشن. هيو هون كاتبين لنا اياه بين قوسين، اقل تركيز بيعمل انهبيشن ل الميكروب، يعني باختصار أقل تركيز فعال. طب ما أنا أخذ أكثر تركيز فعال، ليش بدي ألجأ لأقل تركيز فعال؟ قلنا إذا إحنا لجأنا لأكبر تركيز فعال، أنت بتزيد السمية على البني آدم، أنت بدك تمسك العصاية من النص، ما يكون سام للبني آدم الدواء، ما يرهق الكلى تبع البني آدم أو الكبد تبع البني آدم، وبنفس الوقت يقدر يقتل الميكروب. شو معرفين ليا؟ The concentration of antimicrobial agent at the edge of the zone of inhibition، على حفة zone of inhibition. هنا شارحين لي إياه مثلا بطريقتين، إحنا شرحنا في المحاضرة الماضية هاي طريقة الديسك، هون برضو ممكن بالصورة موضح لي بإيش بطريقة السيميسوليت أو الليكويد كالتشر ميديا. يعني هون حاطط لي 8 مايكروغرام 4 مايكروغرام برميل، 1 مايكروغرام نص، بعدين ربع، ماشي الحال، وبعدين هنا ما في، اوكي، عماله بيقل المايكروبيال كونسنتريشن. فيفترض هنا كونه كان التركيز عالي كتير ما يكون في عندي مايكرو اورجانيزم، وهنا ما عندي مايكرو اورجانيزم، هنا بلش، هنا برضو ما عندي مايكرو اورجانيزم، بعد هيك لما خففت على تركيز الدواء بلش ايش يصير في عندي نمو للميكروبات، هي بلش يصير اللون بنفسجي، حاطين انديكيتر انه في بكتيريا عمالها بتعيش وبتتكاثر هون. فاذا معناته هدول اللي هون الاربعه الاخرانيين ما بيلزموني، الدواء مش فعال بهذا التركيز، لكن الثلاثه هدول بيلزموني انه التركيز فيهم فعال وكويسين.
لكن أنا ما بحتاج أو ما بلجأ لأكثر تركيز، أنا بلجأ لأقل تركيز بقتل الميكروب، أقل تركيز فعال. لو ما كانوا عاملينها بنظام التست تيوب كانوا عاملينها بنظام البتري ديش، هي ماخديننا التراكيز هدولي رقم 1 و2 مايكروغرام و4 مايكروغرام، أوكي؟ و4 مايكروغرام إيش حاطين هنا؟ إيش ما في عندي مايكرو أورجانيزمز نهائي، هون عند رقم 2 هون اللي هو المينيمم انهبيتوري كونسنتريشن، زي ما قلنا حسب الطريقة اللي بيختاروها بيحطوا لي ديسكات، أو هنا بس موضح لي إنه شو اسمه قديش عدد الميكروبات اللي بتقدر تعيش. أوكي هنا بس في عندي 4-5 كولونيز، هنا أكتر. طبعا إحنا بنختار أقل تركيز فعال، أنا ما بدي يكون في ميكروبات نهائي ولكن مش أكتر تركيز فعال، فهذا بيكون عندي 4. أوكي 2 صار في عندي نمو للميكروبات ما بدي إياه، أوكي 1 صار في عندي نمو للميكروبات برضو ما بدي إياه، فيبقى أنا باخد 4. هي الـ MIC زايحة معاهم شوي هون، أوكي فنوضحها هنا علشان نحنا لما نيجي ندرس ما نتخربش فيها. هيها هون ماشي. فإذا كمان مرة هنا هدولي الأربعة تست تيوب هدول من تنين وتحت، هدولي كلهم فيهم نمو بكتيريا ما بدنا إياهم، وهدول التنين ما فيهم نمو للبكتيريا فهم بيلزموني. قلنا هذا تركيزه عالي كتير، هذا تركيزه أقل، هذا مينيمم انهبيتور كونسنتريشن، نقصت أكتر شوية صار يظهر عندي ميكروبات. لو أنا زرعت في هذا اللي ما فيها انتيبيوتيك أكيد رح يكون فيها ميكروبات. طيب سؤال، لو أنا لا لا الأجار، نسبة الأجار، الأجار هو وسط غذائي، يعني كيف بدك تقولي قديش في جيلاتين أو قديش في جيلي؟ يعني مثلا أنت إذا بدك تعمل لنفترض بدنا نعمل جيلي، كل ما كان تركيز الجيلي أكتر بيكون الناتج أو الإشي اللي بيطلع معانا صلب أكتر. إذا إحنا حطينا مية ما حطينا فيها جيلي بتطلع سائلة. الأجار بتصرف مثل الجيلي بالضبط أو مثل الجيلاتين بالضبط، أوكي؟ يعني هو عبارة عن بروتين وساكرايدز، فهي مادة غذائية تركيزها بيخلي الوسط صلب أكتر، تمام؟ إحنا عم نحكي هون عن مضاد حيوي concentration، شايفين هون concentration of drug، إحنا حاطين دواء، تمام؟ مش زي قصة الأجار. هلأ السؤال اللي أنا بدي أسألكم إياه، لو أنا كان عندي دوايين، واحد بدي أقارن المينيمم inhibitor concentration، واحد المينيمم inhibitor concentration تبعه 5 ميلي جرام، واحد المينيمم inhibitor concentration تبعه 100 ميلي جرام، مين كدواء أقوى؟ اللي التركيزه 5 ولا اللي بيقتل أو minimum inhibitor concentration تبعه 100؟ الأول اللي 5، الأول اللي 5 على فكرة. هو الصوت واطي كتير كتير كتير، يعني أنا من كل 10 كلمات بلقط كلمة، أوكي؟ ف عفوا هيك سامعيني؟ هيك أحسن. هلا إحنا بنختار الخمسة عشان إنه الإنهبيشن إنه تكون أقل تركيز، فبصير إنه أول شيء إحنا هيك ما بنزيد الأكسنت، ثاني شغلة إنه بنزيد الفاعلية عشان ما في تحت البكتيريا. طيب نوضح الشغلة. هلا احنا خلصنا من مينيمم انهبيتور كونسنتريشن وحددنا، انا بقول لك جبت دوايين، دواء A ودواء B، المينيمم انهبيتور كونسنتريشن تبع دواء A 5 والمينيمم انهبيتور كونسنتريشن تبع دواء B 100،
مين كدواء بوصفه انه مور بوتنت او اقوى؟ هل الدواء اللي الام اي سي تبعه 5 ولا الدواء الام اي سي تبعه 100؟ هذا الاشي بيأتي نتيجة اشي، معلش اوضح لكم الفكرة. هلا في اشي بعالم الادوية او السموم، معلش اسمعوني شوية وبعدين اذا ضلت المشكلة عندكم بنرد بنسأل. هلا في عالم السموم او الادوية، كل ما كان تركيز الدواء الفعال اقل معناته الدواء مور بوتنت اقوى. يعني انوك سم اقوى، انا اعطيه لواحد عشان اموته، اعطيه نقطة احط له اياها في الكاسة علشان اموته، ولا ادير له مثلا 3 معالق كبار في الكاسة عشان اموته، مين بتعتبره كسم اقوى؟ اللي نقطة واحدة بيكفي لقتل البني ادم. اوكي، يبقى كل ما قل كمية المادة عشان تكون فعالة كدواء او سم بنعتبره more potent، تمام، بنقول عنه potency، بيملك potency، تمام. فكل ما قلت الكمية بتزيد البوتنسي او بنقول عنه مور بوتنت. فانا ما قلت لكم بوتنت، قلت لكم او ما عبرت بطريقه، ما قلت سم، انا قلت دواء انتي بايتك، واحد الام اي سي تبعه 5 وواحد الام اي سي تبعه 100، مين كدواء بقول عنه بوتنت اكتر، ابو الخمسه ولا ابو المية؟ ابو الخمسه، لانه انا احتجت منه كميه قليله عشان اقتل الميكروبات. لكن ابو المية مش بوتنت، لانه انا احتجت منه كتير، 100 ميلي جرام عشان اقدر اقتل الميكروبات. وضحت؟ وضحت، يعني depend on lowest. طيب هيك بنكون خلصنا الاشي المتعلق ب شو اسمه بالريزيستنس تبع الانتيبيوتيك. في نهاية المحاضرة بنستعرض فيديو بيراجع لنا كل طرق الريزيستنس، أو بيراجع لنا البيتا لاكتاميز ريزيستنس، وبيراجع لنا أشياء قديمة أخذناها إحنا بالوحد السابقة. كتير حلو الفيديو، بنشوفه مع بعض، صوته واضح المفروض. نشوف هلا الموضوع تبع الوحدة اللي هي قلنا هاي الوحدة الإكسترا لزيادة مش موجودة بالكتاب، بعيد وبأكد عليكم، وعلشان أضمن إنه أنتوا تدرسوها وما تأجلوا لي إياها لبعدين لأنها بتهمنا كتير، إحنا رح أعطيكم فرصة مش بكرة لكويز فيها، بعد بكرة، ماشي؟ يوم الأربعاء كويز بالوحدة هاي اللي إحنا رح نشرحها اليوم، أو باللي هي بالوحدة الإكسترا. طيب نشوف هنا الموضوع تبعنا، رح نشرح عن إشي اسمه البكتيريا الإنفكشن، يعني المايكرو اورجانيزم كيف بتقدر overcome the body defense mechanism and cause disease، كيف الميكروب بفوت لعنا وبيقدر يتغلب على دفاعات جسمنا وبالتالي بيقدر يعملنا التهابات. قال بيقولوا لنا البكتيريا في عندها كذا طريقة أو كذا آلية بتقدر تعمل فيها غزو لجسم الإنسان. أوكي، أول إشي، أول طريقة اللي هي الادهيرنس فيمبريا او البلاي، اللي هي قلنا الاهداف بتساعد الميكروب انه يلزق. بيعرف لنا البلاي مره ثانيه على اساس انه اذا احنا ناسيينهم، مش عارف انه ماخذين امتحان فيهم قبل يومين. These are small hairs that enable some pathogen to attach and adhere easily to cell surfaces, particularly mucous membranes. ماشي الحال، فإذا البيلاي بتساعد الميكروب إنه يلزق على الميوكاس ميمبرين. هلا إشي جديد في هاي الوحدة إنه بده يحكي لك أسماء ميكروبات، يعني بده يحكي لك آلية ميكانيزم، وبده يحكي لك أسماء ميكروبات. أسماء الميكروبات إحنا مطالبين فيها، وعلشان نحفظها إحنا بنعلم عليها بلون تاني علشان إيش يصير أسهل إلنا، لأنه رح نرجع لها كتير. إذا بكتيريا possessing البلاي include، أول نوع من البكتيريا اسمها نايسيريا جونوريا. أوكي، من الاسم بتعمل التهاب اسمه جونوريا، اللي هو من الالتهابات الجنسية. And some strains of إشيريشيا كولاي أو الإيكولاي، ما في داعي للنقطة هنا بالنص، اوكي، لانه اعطيناها او حكيناها كامله، لو قلنا اي كان بحط النقطه، اوكي، فاذا هون ما في داعي للنقطه. اذا نايسيريا جونوريا واشريشيا كولاي هدول شو مالهم؟ في عندهم بيلاي، في غيرهم، في عنا السالمونيلا هاي اللي بتعمل الالتهاب اللي بينتقل عن طريق الدجاج او البيض اللي مش مستوي،
والشيجيلا سبيشيز. اوكي، فاخر ثلاثه الاشريشيا والسالمونيلا والشيجيلا هذول عاده بيعملوا لي مشاكل في الجهاز الهضمي. اوكي طيب، كمان مره قلنا في عنا البيلاي ادهيرنس فيبريا او اللي هو البيلاي، مين في بكتيريا بتمتلك هاي الطريقه اللي هي النيسيريا جونوريا إشريشيا كولاي سالمونيلا آن شيجيلا. وعلشان نتذكرهم قلنا آخر ثلاثة الإيكولاي والسالمونيلا والشيجيلا هدولي بكتيريا بتستوطن في الأمعاء وبتعملنا مشاكل هنا. طيب نيجي إذن، هذه أول طريقة، نيجي لآلية تانية، طريقة تانية البكتيريا بتقدر فيها تخترق دفاعاتنا وتعملنا مشاكل. شو بيقولولي؟ نشوف مع بعض عند رقم 2 enzymes that help pathogen to spread, for example hyaluronidase produced by Clostridium perfringens. شو هو هذا الهيالورونيديز؟ نشوف مع بعض هذا الاشي اللي بدنا نكتبه هون. هلا احنا لو عنا الانسجه في جسم الانسان، الخلايا بتكون مصفطه جنب بعض، اوكي، خاصه مثلا كونكتيف تيشو، الانسجه الطلائيه بتكون ايش؟ ملزقه ببعض زي نظام اللبنات في البناء. اوكي هلا شو بيخلي هذا اللبن ملزق في بعضه؟ ماده زي الاسمنت اسمها هايالورينيك اسيد. كيف الاسمنت بيمسك اللبن على بعضه؟ الهيالورونيك اسيد في جسمنا احنا بيمسك هاي الخلايا على بعض. كمان مره، هذا عندي كونكتيف تيشو او خلايا متصفطه جنب بعضها في جسم الانسان، قلنا ايش اللي بيقدر يمسكها على بعضها؟ اللي هو الهيالورونيك اسيد. طيب وين المشكله لهلا؟ هي المشكلة إذا أكتر. طيب نيجي للطريقة الثالثة اللي بتشتغل فيها البكتيريا، اللي هي mechanisms that interfere with phagocytosis. قلنا مين اللي بيعمل phagocytosis؟ خلايا الدم البيضاء تبعتنا لما بفوت عليها الميكروب بتعمل له phagocytosis، هيك يفترض. لكن إذا الميكروب عنده كابسول زي ما أخذنا في الوحدة الماضية، ساعتها الفاجوسايتس او الوايت بي سيز تبعتنا ما بتقدر تعمل فاجوسايتوسيس بسبب وجود الكبسول. طيب كل البكتيريا عندها كبسول؟ قلنا لا، في بكتيريا عندها كبسول بنقولها كبسوليتد، وفي بكتيريا ما عندها كبسول بنقول عنها نون كبسوليتد بكتيريا. طيب مين البكتيريا اللي عندي عندها كبسول؟ في نحط عليهم اشاره such as streptococcus pneumonia، من الاسم نيمونيا تعمل التهاب رئوي، وفي عندي كليبسيلا نيمونيا برضو بكتيريا تانية بتعمل التهاب رئوي، هيموفيلس انفلونزا تعمل بشكل رئيسي انفلونزا ممكن تمد لجوا تعمل مشاكل تانية، نايسيريا مننجايتيدس. هدول شو مالهم كلها؟ عندهم كبسول. كمان مرة، إذن mechanisms that interfere with phagocytosis اللي هي كبسول، إحنا بنعرف البكتيريا اللي عندها كبسول ما بيقدر جسمنا يعملها phagocytosis. طيب مش كل البكتيريا عندها كبسول، بعض البكتيريا اللي عندها كبسول مثل streptococcus pneumonia. طب مش قبل شوية أخذنا الستريبتوكوكس إلها آلية تانية؟ إيش قلنا الستريبتوكوكس كان إلها آلية تانية؟ ما حددنا إن هي نيمونيا ولا لا، بس قبل شوية قلنا الستريبتوكوكس كان في إلها آلية معينة. مين تذكر؟ لا يا دكتورة، ال كان عندها أهداف دكتورة كانت تأثر على المعدة، البيلاي غير البيلاي. تمام، البيلاي قلنا اللي كان عندها هيالورونيديز انزايم، ايوه بالضبط الهيالورونيديز. يعني طب يعني احنا هلا نرسلنا على بر، يعني ستريبتوكوكس هاي عندها هيالورونيديز انزايم زي ما كان في رقم 2، ولا عندها كبسول زي ما في رقم 3؟ عندها التنين، يعني عندها أكثر من آلية، وفي كمان عندها أشياء كمان شوي رح نشوفها لتحت، يعني هي بتقدر تعمل invasion لجسم الإنسان بأكثر من آلية ما بيمنع.
اوكي، كل ما زادت اليات الانفكشن عندها بتكون البكتيريا اقوى اكثر وبتعمل مشاكل اكثر للبني ادم. فانت علشان تيجي تحفظهم، انا هون بعرض لك الميكانيزم والبكتيريا اللي بتملك الميكانيزم. انت عندك في البيت بتعمل جدول بتحط البكتيريا وايش الميكانيزمز اللي بتملكها. يعني مثلا زي ما قلنا الستريبتوكوكس، طبعا سواء كانت نيمونيا او مش نيمونيا، لحد هلا مثلا احنا الستريبتوكوكس عارفين عندها كبسول وعندها هيالوريديز انزيم، اوكي. فيبقى ممكن الميكروب يكون عنده اكثر من اليه للانفيجن لجسم الانسان، اوكي. كمان مره نحكي اسماء الميكروبات علشان يعلقوا في بالنا اكثر، اللي هو الستريبتوكوكس نيمونيا. نيمونيا يعني بدها تعمل التهاب رئوي. طبعا الالتهاب الرئوي شيء سيء جدا، يعني الالتهاب الرئوي حتى في ايامنا هاي علاجه بيكون صعب شوي. الواحد بده يبات في المستشفى اسبوع لاسبوعين وياخذ ادويه بالوريد علشان يطيب. وحتى لما يطيب البني ادم، كيف انت لما بتنجرح بيترك عندك ندبه على الجلد، نفس الشيء لما بفوت بكتيريا، سواء ستريبتوكوكس تعمل لك نيمونيا او شيء ثاني فات وعمل لك نيمونيا، بيترك ندبة داخل الرئتين، وهي بتنعكس في البني آدم إنه هو بعد هيك بعد ما يخلص من الالتهاب الرئوي إذا تعالج صح بيصير معه شو اسمه، بيصير معه ربو مزمن. فبالتالي إذا النيمونيا مش شيء سهل، هو مش فلونزا، شيء خطر جدا لازم إنه يتعالج، تبعاته على البني آدم سيئة مستقبلا. أوكي طيب، إذا دكتورة في مجال أسأل بس هلا، لو البكتيريا في جسم الإنسان، في أكثر من نوع بكتيريا في جسم الإنسان، تمام، أعطيناه مضاد حيوي أو نعمل كومبينيشن بين يعني اثنين مضادين حيويين، أوكي تمام. هلا مش في بكتيريا بنعطيها مضاد حيوي قوي عشان تأثر عليه، البكتيريا المضاد الحيوي تحتاجه أقل، ممكن اللي هو تبعته للمضاد الحيوي الأقوى يأثر على الثاني. هلا عادة المضادات الحيوية اللي موجودة حاليا في العصر الحالي بنسميها broad spectrum antibiotic، بقتل جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. فهلا هو الأفضل إنه أنا مثلا إذا عندي نوعين أو ثلاثة عاملين للإنفكشن، أوكي، أعطي broad spectrum وأخلص، أوكي. أما إذا أنا متأكد إنه هذا المضاد الحيوي أو أنا مش متوفر لي أو البني آدم حاصرني إنه هو عنده حساسية بنسلين وعنده وعنده وعنده، فحاصرني بنوع أو نوعين مضادات حيوية، فبقدر أستخدم له زي ما قلت كومبينيشن، واحد يقتل مثلا الجرام بوزيتيف وواحد يقتل الجرام نيجاتيف. بس لو كان برود سبيكترم بيقش الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بطريقة بينظف كل شيء، وحتى زي ما قلنا بيقدر يقتل النورمال فلورا اللي عايشة جوا أمعاء الإنسان. فالدكاترة عادة بفضلوا يعطوا نوع واحد من الأنتيبيوتيك، ليش؟ أسهل للاستخدام، على أساس المريض يقبل يكمله يخلص. كمان احكي على إنه كمان بتروح النورمال فلورا، بتروح النورمال فلورا بالضبط. فيعني هذا الإشي له حسناته وسيئاته، فنحن كطبيب بيوازن بين الحسنات والسيئات. طبعا لما يكون مريض فايت مثلا مثلا عنده فوليكولار تنسولايتس اللي هو التهاب فلونزا كتير متضخم وكتير مغلبه، مش قادر يبلع مش قادر ياكل، فالأولوية بتكون انه يخلص من الميكروب. بعدين النورمال الفلورا قلنا بيفرجها الله، الجسم بيعملها ريجينيريشن، بنقوله ياكل لبن على مدى يومين ثلاثة، بيروح الإسهال اللي عنده، بصير ريجينيريشن للنورمال فلورا اللي داخل الأمعاء وبيمشي الحال. بس في عندنا برايوريتي، البرايوريتي الأساسية انه أخلص من الميكروب اللي مسبب لي الالتهاب بساعة الساعة، أوكي؟ طيب هذا النيمونيا، حكينا عن الكليبسيلا، هيموفيلس إنفلونزا، نايسيريا مننجايتيدس. قبل شوي مرق معنا نايسيريا، بس إذا انتبهتوا كانت اسمها نايسيريا جونوريا، تعمل التهابات جنسية اللي زي مرض السيلان الجونوريا. هاي البكتيريا اسمها نايسيريا مننجايتيدس، من الاسم تعمل مننجايتيس، التهاب السحايا. زي ما قلنا التهاب السحايا من الالتهابات السيئة جدا، لأنه بيوصل لأغلفة الدماغ والبني آدم. في بني آدمين كتير يعني إذا فلتوا من المرض بيصير عندهم مشاكل دائمة. طيب قلنا هدولي كلياتهم الميكروبات عندهم كبسول بتمنع الفاجوسيتوسيس. طيب نشوف آلية تانية البكتيريا بتقدر تشتغل فيها،
production of beta lactamase. قبل شوي اخذ البيتا لاكتاميز انزيم، بس قلنا مش كل البكتيريا بتقدر تفرز البيتا لاكتاميز انزيم. فاذا البكتيريا عندها بيتا لاكتاميز انزيم بيوضح لك اللي هو عباره عن بنسلين destroying انزيم، تمام، اخذنا احنا باول صفحه، and produced by many bacteria including some strains of staphylococcus and neisseria. نكتبهم هدولي او ناكد عليهم. عندنا الستاف، هلا الستاف صفى عندها هيالوريديز انزيم اللي هي البكتيريا العنقوديه، وعندها ايش كمان؟ عندها برضه بيتا لاكتاميز انزيم. زي ما قلنا الميكروب ممكن يكون عنده اكثر من اليه للانفكشن. اوكي، فاذا في عندنا مين عندهم بيتا لاكتاميز؟ هلا الستاف والنيسيريا. زي ما قلنا النيسيريا هلا صارت مرقة معنا 3 مرات، الستاف صارت مرقة معنا 2 مرات. اوكي، زي ما قلنا بتعمل جدول البكتيريا وايش اليات اللي بتملكها. باجي مثلا انا بالامتحان بقول لك الستاف اللوكوكس عندها مثلا بيتا لاكتاميز وعندها كبسول او all of the above، تمام. طبعا انا بطلبك بس اللي موجود بالكتاب، ما بطلبك بآليات مش موجودة بالكتاب. اوكي، طبعا من اللي موجود عنا الستاف عندها بس بيتا لاكتاميز انزيم، هذه مش ستاف اللي هون، هاي ستريبتوكوكس وحدة تانية، هاي مكورات عنقودية، هاي اللي هون مكورات سبحية. طيب نيجي لرقم 5، mechanisms that destroy or neutralize the antibodies. اوكي، في عنا آليات بتملكها البكتيريا ايش تعمل نيوتراليزيشن للانتيبوديز. الانتيبوديز مين بيطلعها بيفرزها؟ جسمنا. لما بيفوت عنده ميكروب بيحاول يقتل الميكروب باكثر من طريقه. طب هو بيقتله انتيبوديز ولا بيقتل الميكروب بالفاجوسايتوسيس؟ بالتنتين. مش احنا في عندنا خلايا دم بيضاء كثيره وفي لها انواع كثيره، انواع بتشتغل بالفاجوسايتوسيس رح ناخذها من المحاضره الجاي، وانواع بيطلعوا لي اجسام مضاده عشان تقتل الميكروب. طيب هلا في بعض الميكروبات عندها القدرة على انها تخرب الانتيبوديز، يعني بصفي الانتيبوديز اللي مش انتيبيوتيك، انتيبوديز الاجسام، يعني هذا مش دواء، هذا موجود فينا خلقة موجود في جسمنا، فمعناته هي بتخرب لنا دفاعات الجسم. For example the destructive IgA protease of Pseudomonas aeruginosa. خلصت الجملة ما فهمناش منها ولا كلمة. طيب مبدئيا سودوموناس اريجينوزا حكينا عنها بالزمانات، هاي سودوموناس اريجينوزا ايش قلنا؟ حدا بيتذكر؟ حكينا عنها انها كده قوي، تمام، مظبوط، حكينا عنها انها تمام مقاومه، انها هي بكتيريا جرام نيجاتيف، تمام، لكنها مقاومة لأنواع مضادات حيوية كتير، وقلنا هي بتحب تعيش في الأماكن الرطبة، في السينكس، في سلات الزبالة. أوكي، وبتمتلك أساليب مقاومة كتيرة، حتى إنها قلنا بتقدر تعيش في نفس السوليوشن تبع الديسنفكتنت قد ما هي عندها آليات مقاومة. من ضمن آليات المقاومة تبعتها إشي اسمه إيش؟ destructive IgA protease. لما بتشوف المصطلح طويل أو الكلمة طويلة تزعلش منها وتفشقها، ما تفشق إشي. ليه؟ لأنه أنتوا أساساً كتابكم مختصر، فتختصر المختصر بيضلش منه إشي أو بيضللوش معنى. طيب حبة حبة، مبدئياً إيز معناته إنزيم، أوكي؟ بروتييز إنزيم، إذن هي في عندها الهاي البكتيريا سودوموناس إيريجينوزا عندها بروتييز إنزيم، إنزيم بهضم البروتين، أوكي؟ شو شغلته؟ بيعمل destructive IgA. شو هم ال IgA؟ ال IgA نوع من أنواع الأنتيبوديز. الأنتيبوديز في جسم الإنسان 5 أنواع، ال IgA واحد منهم. طيب شو صفى الإنزيم عمل؟ صفى عمل destruction لل IgA، هضمه. أوكي، كمان مرة، يبقى شو صفى معانا؟ نعيد من أول، mechanisms that destroy or neutralize the antibodies، يعني خرب الأجسام المضادة، خربت صارت هي وقلتها. For example اسم الإنزيم اللي عندي الميكروب destructive IgA protease، بهضم ال IgA بخربهم، ال IgA اللي هم antibodies. مين اللي أفرزوا هذا؟ ميكروب اسمه Pseudomonas aeruginosa، زي ما قلنا هو من الأنواع السيئة جدا. Other pathogen produce
soluble antigen which neutralizes antibody before it is able to bind to the surface of bacteria. هلا النوع الاولاني قلنا بخرب الاي جي اي، بيقول لك في انواع ثانيه بعض الميكروبات اذر باثوجين عندها القابليه بتفرز سولبل انتيجين، يعني بتفرز الانتيجين اي شيء غريب عن جسم الانسان بنقول عنه انتيجين، بتفرز بروتينات. اوكي هاي البروتينات بتفرزها وبتخليها ماشيه في السائل، بيرتبطوا فيها الاجسام المضاده وبيخربوا بيفقدوا مفعولهم، وساعتها بتقدر تمر البكتيريا بسلاسه. زي ايش يعني؟ زي مثلا اللي هو بالسفن الحربيه. هلا بالسفن الحربيه والغواصات عاده بيحطوا لهم الجهه الثانيه او الجيش الثاني بحط الغام بحريه على اساس اذا كان في عندنا مرأة غواصه بتخبط باللغم البحري وبتنفجر. هلا في بعض الغواصات عندها القدره بيروحوا بزتوا في البحر زي شو اسمه مواد شو اسمه معدنيه، بزتوا معادن في البحر، فبالتالي وشقفه من هدول المعادن اللي زتتهم الغواصه بتخبط في اللغم البحري وبينفجر اللغم البحري بعيدا عن الغواصه والغواصه بتمرق بسلام. فهذا المبدا تبعهم اللي هم السولبل انتيجين زي مبدا الغواصات هدول، كلاهم على جميع الاحوال سواء كان ديستركتيف بروتييز او سولبل انتيجين عملت نيوتراليزيشن للانتيبادي، كلاهم رح يخرب لنا الانتيبوديز تبع الدفاعات الجسم، وبالتالي يكون في عند فرصه عند الميكروب انه يدخل. لحد هلا صار عندي 5 آليات قدرت البكتيريا تعمل فيهم انفكشن. الطريقه السادسه والسابعه اقراب من بعض، المصطلح قريب لكن الميكروب او اليه شغلهم مختلفه تماما، بس تفرز مادة اللي هي عبارة عن سم. طيب مين في بكتيريا بتفرز عنا سموم؟ نشيك عليهم هون عشان نحكي عن كل واحد لحاله. في عنا هون أول شيء كلوستريديوم تيتاني، أوكي، وهون عنا كلوستريديوم بوتشيلينيوم، وهون عندي كلوستريديوم فرينجيز، هون عندي الكوراين بكتيريا ديفتيريا، الجي هاي زيادة معانا جاي في الكتابة، والإيكولاي والشيجيلا والفيبريو كوليرا. أسماء مين هدول؟ أسماء أمراض ولا أسماء ميكروبات؟ أسماء ميكروبات بتعملنا أمراض. طيب يبقى هاي البكتيريا اللي حكولنا اياهم، كل هاي البكتيريا بتفرز اكزوتوكسين. نشوفهم، نحكي عن كل وحده لحال شوي عشان نتاكد والله مزبوط بتفرز اكزوتوكسينز ولا احنا بنتخوت. هلا كلوستريديوم تيتاني بتفرز نيوروتوكسين اسمه اللي هو النيوروتوكسين تبعها بيعمل التيتانس اللي هو الكزاز او التكزز. وايش هو التكزز؟ التكزز او الكزاز اللي هو سم عصبي بشل العضلات الهيكليه والعضلات اللا إرادية، فبالتالي إحنا منخاف على لما أي إشي بيأثر على العضلات اللا إرادية منخاف على عضلات التنفس، فبالتالي البني آدم بينخنق وبيموت لما بيوصل السم تبع الميكروب لعضلات الحجاب الحاجز أو للإنتركوستال ريبس اللي هم مسؤولين عن حركة اللي هم عضلات التنفس، فبالتالي هذا بيكون سيء جدا. المريض علشان أميزه من باقي السموم بيميز إنه بيكون عنه لوك جو. لوك جو يعني إنه فكه مسكر، الانحراف الفك السفلي هو المتحرك في البني آدم، فاللي بصير عندهم تيتانوس الفك السفلي بسكر على الآخر لأنه صار فيه زي ما قلنا شلل نتيجة النيوروتوكسين اللي طلع. أوكي فإذا بيكون عنده لوك جو، بالإضافة إلى أنه بيكون كله البني آدم مخشب، بيكون باك آرشين يعني كأنه مقوس جسمه لورا، فهذا هو اللي بيميز البكتيريا تبع الكلوستريديوم تيتاني. فمشان هيك أي واحد بينفشخ بحديدة مصدية بغزة ومسمار بيروح مباشرة على المستوصف علشان يعطوه مطعوم الكزاز، وإذا استنى على حاله وبلش يحس في مكان غزة المسمار أو مكان منفشخ بلش يحس في نمنمة، معناته السم بلش ينتشر في جسمه، فلازم يلحق حاله على أقرب مستشفى وإلا بيموت خنق. أوكي
مش البكتيريا اللي خنقته، السم تبع البكتيريا هو اللي خنقه. طب انا اعطيه دواء يقتل البكتيريا، اوكي انت قتلت البكتيريا، خلصت من البكتيريا اللي اسمها كلوستريديوم تيتاني، بس ما خلصت من السم تبعها اللي هو النيوروتوكسين. لازم انا اعطي المريض اشي يخلصه من السم اللي افرزته البكتيريا. طيب other important exotoxins زي ما قلنا كلوستريديوم بوتيلينيوم، هاي البكتيريا بسموها البكتيريا الوشقية اللي بتعمل تسمم غذائي. طب يعني انا اذا البكتيريا او المعلبات اللي هي مثلا منفسه كان عليها عرض واخذتها، واحنا بيقولوا لنا ما تجيبوا لا معلبات مطعوجه ولا منفسه، ما رديتش عليهم واخذتها وقلت بغلي الاشي اللي موجود جوا او بحطه للنار، والنار بتقتل الميكروبات، اوكي بتقتل لك البكتيريا تبعت الكلوستريديوم بوتيلينيوم، بس ما بتقدر تخرب السم تبع البكتيريا. الحراره بتقدر تخرب بعض السموم بس مش كل انواع السموم. السم تبع بكتيريا البوتيلينيوم ما بيقدر يخرب لي الحراره. فشو بصفي؟ انت غليت الاكل، قتلت الميكروب، بس ما قدرت تتخلص من السم، واذا اكلت الاكل راح يصير معك تسمم غذائي. وفي عنا الكلوستريديوم بيرفرينجيز رح ناخدها مستقبلا، كوراينوم بكتيريوم ديفتيريا بتعمل ديفتيريا، الإيكولاي، الشيجيلا، الفيبريا كوليرا اللي بتعمل التهابات في الجي اي تراك، بتعمل اسهال شديد جدا قد يؤدي الى الجفاف ومن ثم الى الوفاة. تمام، فاذا معناته هدول كل اللي حكيناهم شو مالهم؟ هدول قلنا بيفرزوا اكزوتوكسينز. هلا لو سالنا احنا بشكل عام هل هدول جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف بكتيريا، انا لازم اتوجه بتفكيري لجرام بوزيتيف بكتيريا على اساس انه معظم الجرام بوزيتيف بكتيريا هم اللي بيقدروا يفرزوا اكزوتوكسين. طيب بيقول لي توكسين بروديوسد باي انتيريك باثوجين. شايفين هاي كلمه انتيريك؟ انتيريك مش اندو، هذه المصطلح بيفرق شوي، الطلاب بيخربشوا بيناتهم. هون انتيريك باثوجين وهون انتيروتوكسين. اوكي انتيرو، الانتيرو معناها انه معوي، فلما بقول لك this toxin produced by enteric pathogen، enteric pathogen يعني ميكروبات معوية. السم اللي بتفرزه الميكروبات المعوية بيقولوا عنه انتيروتوكسين، اوكي ما بيقولوا عنه اندوتوكسين. اندوتوكسين هون صرنا رقم 7، سم خارجي معناها. هذا الانتيروتوكسين، هل عفوا اندوتوكسين سم داخلي، الانتيروتوكسين السموم المعوية هل هي تابعة لرقم 6 ولا تابعة لرقم 7؟ الانتيروتوكسين تابعة لرقم 6 اللي هي اكزوتوكسين. يبقى أنا لو قلت لك في الامتحان هل الانتيروتوكسين بعتبره اكزوتوكسين ولا بعتبره اندوتوكسين، الانتيروتوكسين كونه تابع لرقم 6 يبقى هو ايش؟ اكزوتوكسين، سم خارجي. اوكي طيب بيقول لي ملاحظة إن الإكزوتوكسينز آر هايلي أنتيجينيك. لما بيقول لك عن الإشي إنه أنتيجينيك يعني هو بحفز جهاز المناعة، كويس ولا مش كويس؟ مبدئياً كويس، عشان جهاز المناعة تبعك يشوف السم ويقدر يهاجمه ويخلص منه. By specific chemical preparation الإكزوتوكسين can be made non-toxic toxoid. يعني أنا بجيب الإكزوتوكسين تبع البكتيريا، تبع أي بكتيريا من هدولي، ماشي الحال، وبحط عليه كيميكال بيصير نون توكسيك. تمام، وبنطلق عليه مصطلح توكسويد. ماشي، يعني شو يعني توكسويد؟ سم خربان. منيح، طيب انا خربت السم وبعدين؟ which can be used to immunize and protect individuals against specific disease. اوكي فساعتها انا كوني عرفت او افقدت السم خاصيته بطل يأذي البني آدم، بقدر أعطيه للبني آدم على أساس يعمل له مناعة بحيث لو تعرض لهذا السم مستقبلا ما يأثر عليه ويعمل له مشاكل. كمان مرة، الإكزوتوكسين سم خارجي، مين في بكتيريا بتقدر تفرز لي؟ معظم الجرام بوزيتيف وشوية من الجرام نيجاتيف بكتيريا. أخذنا أمثلة على بكتيريا بتطلع إكزوتوكسين زي كلوستريديوم سبيشيز، سواء كان تيتاني أو بوتيلينيوم أو بيرفرينجيز. الكوراينو بكتيريوم ديفتيريا برضو بتطلع الإيكولاي، الشيجيلا والفيبريو كوليرا. وقلنا في نوع من شو اسمه البكتيريا بيقولوا عنهم البكتيريا المعوية، بتفرز سموم معوية تعتبر
exotoxins. يبقى الانتيروتوكسينز هم exotoxins. ليش جابوا لي سيرتهم هون؟ بيقولوا لي انه الاكزوتوكسينز بشكل عام اذا انا خربتهم بواسطة كيميكال بيصير اسمهم توكسويد، وبستخدمهم طبيا اني على اساس اعطي مناعة للناس اللي مش مصابين، بحيث لو تعرضوا لهذا السم بيقدر جسمهم يفرز ايش، او بيكون اتعرف على هذا السم وبيقدر ياخذ طرق دفاعية معينة. طيب النوع الأخير اللي بتقدر تعمل لي إياه الميكروبات بتقدر تخترق في دفاعاتنا وتعمل لنا مشاكل، اللي هو الإندوتوكسين. إندوتوكسين سم خارجي، هذا the cell wall of gram negative bacteria contain endotoxin. ماشي، يبقى هو من موجود بالجرام نيجاتيف بكتيريا. أوكي، يبقى الإكزوتوكسين عادة تفرزها جرام بوزيتيف، الإندوتوكسين تفرز لي إياها جرام نيجاتيف. طيب ماشي لحد هلا. اذا الاندوتوكسين هذا بيقول لي بيكون موجود بالسيل وول تبع البكتيريا. بيقول لي هنا بيقارني بين الاكزوتوكسين اللي هو اخذناه رقم 6 والاندوتوكسين اللي هون رقم 7. Unlike الاكزوتوكسينز، الاندوتوكسين اللي احنا بنحكي عنهم is not usually secreted by the organism، لكن كونه هو ما بيفرزهم شو بيعمل فيهم؟ but is released only when the organism is destroyed. يعني هاي الجرام نيجاتيف بكتيريا اللي عندها اندوتوكسين، طبعا الجرام نيجاتيف بكتيريا عادة قلنا اقوى من الجرام بوزيتيف، بتفوت وبتعمل مشاكل كتيرة للبني ادم، فانت بدك تعطي مضاد حيوي تقتلها. اوكي، اعطينا مضاد حيوي قتل الجرام نيجاتيف بكتيريا، خلصنا من المشكلة؟ لا، للأسف ظهرت عندنا مشكلة تانية، إنه بيصير عندي ريليز للإندوتوكسين بينتشر في الدم. إذا صار ديستركشن للسيل وول تبع الجرام نيجاتيف بكتيريا، الإندوتوكسين بينتشر لأنه هو أساساً جزء من السيل وول تبع البكتيريا. فإذا متى ما صار ديستركشن للأورجانيزم بيصير ريليز للإندوتوكسين، وبالتالي بندخل في قصة تانية، بيصير الجسم بده يحارب الإندوتوكسين اللي موجود، resulting toxemia. toxemia يعني تسمم الدم. وعادة المريض من إيش بيعاني؟ بيعاني من شل اللي هو الحرارة الشديدة المترافقة مع الرجفة، and shock اللي هي الصدمة زي نتيجة دخول مادة غريبة على الجسم، بيحاول الجسم يقاومها بآليات معينة تؤدي فيه إلى انخفاض الضغط بشكل فجائي والدخول في مرحلة الصدمة. اوكي، طبعا مرحله الصدمه قاتله، بيلجأوا ساعتها انه انا اوكي خلصت من البكتيريا، طب كيف بدي اخلص من الاندوتوكسين؟ بيضطروا يعملوا له غسيل دم عشان يخلصوا من الاندوتوكسينز اللي انتشرت في الجسم. غسيل دم يعني زي غسيل الكلى. In contrast to exotoxin، الاندوتوكسين اللي احنا بنحكي عنهم في رقم 7 is only weakly antigenic. تمام، هي weakly antigenic. طب هذا الاشي منيح ولا مش منيح؟ منيح ولا مش منيح؟ لأنها بتنتشر جوا جسمنا وإحنا جهاز المناعة تبعنا ما بيكون عارف، فيفترض أو يفضل إنه الإشي يكون هايلي أنتيجينيك زي الإكزوتوكسين علشان جسمنا يقدر يعرف إنه دخل عنده إشي غريب، ويا حبذا إذا أنا قدرت أستخدمه في الإميونايزيشن. طب لو أنا سألت سؤال، هل بقدر؟ طيب نشوف هنا الإشي الصعب بالوحدة. خلص هنا شيء على السريع تكمالة الموضوع، بيقول لي الفاكتورز which determine the pathogen will cause a disease ولا لا. ايش اللي بيحدد لي انه الميكروب يقدر يعمل لي التهاب ولا لا؟ اول شيء الترانسميشن روت، الطريقة اللي بينتقل فيها، number of bacteria that invade، عدد الميكروبات اللي بتعمل an infection، the state of health of the person infected، نوع أو طبيعة المناعة في جسم البني آدم. طبعاً هون نمشي هون على السريع. For a pathogen to cause a disease it must enter the body by a route which will enable it to reach the site. عساس المكان هذا تعمل فيه establishment وتبلش الملتيبليكيشن تبعها وتبلش الانفيجن تبعها. مثلاً بيقولي لي Clostridium organism cause gas gangrene، غرغرينا، هاي الكلوستريديوم تعمل غرغرينا. must reach deep tissue،
to find anaerobic condition. يبقى علشان هاي البكتيريا تبعت الغرغرينة تقدر تعمل الالتهاب تبعها لازم تكون واصلة في الأنسجة العميقة في وسط لا هوائي حتى تقدر تتكاثر. Other organisms such as Staphylococcus aureus اللي هي البكتيريا العنقودية، نعلم احنا هنا على اسمائهم علشان ما نضيعهمش في الكتابة. هون Clostridium، هون Staph aureus المكورات العنقودية. إذا هدول الستافيلوكوكس شو بيعملوا عندي؟ have several different diseases، حسب وين ما بيوصل الميكروب بيعمل لي مشكلة. يعني إذا أنا بلعته بواسطة الأكل، if the organism is ingested بيعمل لي food poisoning، بيعمل تسمم غذائي. لكن إذا كان على الجلد وعمل لي التهاب، كان في جرح مفتوح أو كان في الجلد متعرض لحرق، بيعمل لي boils، التهاب في الجلد. أو ممكن يوصل للرئتين، إذا وصل للرئتين في اللور ريسبيراتوري تراكت بيعمل لي نمونيا. يعني هي الستاف بتعمل نمونيا ولا بويلز ولا فود بويزنينج، التلاتة حسب وين بتوصل بتعمل عندي التهاب. أوكي طيب، إذا معناته اللي بيهمني الترانسميشن روت، بيهمني العدد وحالة البني آدم وين ما وصل الميكروب. في ميكروبات عندها قدرة إنها تستوطن في أكثر من محل وتعمل أكثر من مشكلة في البني آدم. For some bacteria, the entry of large number of organisms may be necessary before the health person defense mechanisms are overcome. يعني لازم يفترض عدد كبير من الميكروبات إنه يدخل حتى يقدر يتغلب على دفاعات الجسم. Whereas only few organisms may be required to produce disease in a person already in poor health. يعني هو مناعته على قده، زي مين الناس اللي مناعتهم على قدهم؟ malnourished person أو malnourished child، إنه هو طفل معاه سوء تغذية بالتالي بيتأثر جهاز المناعة بيكون ضعيف، or person of immunosuppression مثل الناس اللي عندهم ال HIV اللي هو مرض الإيدز، أو particularly هنا خلص مثلا حكى لك مثلا الناس الصغار اللي عندهم سوء تغذية أو الناس اللي عندهم إيدز، هذول مناعتهم ضعيفة. تمام، فإذا فات عندهم عدد كبير من الميكروبات بيعملهم مشاكل. هلأ بيقول لي ملاحظة هون إنه particularly virulent bacteria، إذا البكتيريا أساسا virulent، لما بقول لك البكتيريا virulent يعني هي البكتيريا ممرضة قوية كتير. تمام، هل بتحتاج كميات كبيرة عشان تعمل التهاب؟ however need only dysentery. اوكي فاذا معناته ايش؟ في عندي اكثر من اليه للانفكشن، وحاله البني ادم ايش بتحدد لي هو ايش يصير عنده بالضبط. طيب نيجي للترانسميشن روتس اوف انفكشن، كيف الالتهاب بيوصل لنا احنا البني ادمين، كيف بينتقل الميكروب من محل لمحل. اول اشي باي انهيلينج ايروسولز، عن طريق الهواء. Respiratory diseases like، هون بشرح لك أو بحكي لك أسماء، مش أسماء ميكروبات، أسماء أمراض تنتقل عن طريق الهواء. تبع معه وشوف صح اللي بيحكي ولا لا. زي إيش بينتقل إشي عن طريق الهواء؟ Tuberculosis اللي هو السل، Whooping cough السعال الديكي، إحنا بطلنا نسمع في السعال الديكي لأنه صار في تطعيم في برنامج التطعيم في البلد بحيث إنه ما في حالات بتظهر في Whooping cough. ميزلز الحصب الألمانية، نيمونيا الالتهاب الرئوي، يبقى هدول كلياتهم بينتقلوا عن طريق الهواء. طيب تنين طريقة تانية بينتقلوا فيها by ingesting the pathogen، أنا بدي أمسك الميكروب وآكله. كيف بدي أمسك الميكروب وآكله؟ إذا كان المية أو الأكل ملوث contaminated with the urine or feces of some from sick person أو carrier، شخص حامل للمرض وما بيعرف انه هو مصاب فبرضه بينقل او بينشر الميكرو. اوكي فاذا اذا الاكل الملوث والميه الملوثه برضه بتنقل الميكروبات عن طريق الجهاز الهضمي. ايش في امراض بتنتقلنا بهاي الطريقه؟ جي اي ديزيزز ساتش اس كوليرا، تايفويد اللي هو التيفويد، باراتايفويد and bacillary dysentery اللي هو الديزنتاريا، are transmitted by this way. okay إذن
هدولي كلياتهم مشاكل في الجهاز الهضمي، وعادة مشاكل الجهاز الهضمي بتبين، أو أي التهاب في الجهاز الهضمي بيعملني سيفير دياريا. أوكي، هذا الإشي اللي بيميزهم، إذا عن طريق الهواء، عن طريق الأكل. الطريقة الثالثة by direct transfer of pathogen from one person to another as in the هديفين شوي، as in the venereal transmission such as syphilis and gonorrhea. syphilis and gonorrhea هم من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس. فبيقول لي venereal transmission. venereal لو أنت طلعتها من القاموس معناها delicate، يعني إنه، أو بالعربي مهندم، يعني إنه هو الميكروب كتير ضعيف، بحيث إنه آلية نقله لازم تتم بنفس درجة حرارة الجسم. إذا تعرض لإشي خارج درجة حرارة الجسم بيموت، زي الميكروب اللي بيعمل السفلس والجونوريا. فإذا شو صار عندنا؟ الهواء والجي آي سيستم والسيكشوال سيستم، أو سموها هنا ترانس فينرال ترانسميشن. خمسة، by transfer of the skin from one person to another، عن طريق الجلد، تمام، واحد استخدم أغراض الثاني، أو عن طريق المصافحة بينتقل الرينج وورم، الديدان الحلقية. أو رقم خمسة، by the pathogen from contaminated soil or dust، من التراب بيدخل عن طريق الجلد، such as tetanus اللي قلنا عنهم قبل فترة، كلوستريديوم تيتاني بتعمل القزاز، زي ما قلنا أي إشي حديد مصدية، مسمار كاين في التراب، مسمار مصدي، هذا كله بيحمل السبورز تبعت الكلوستريديوم تيتاني وبيعمل مرض القزاز، والقزاز بيكون قاتل، لازم يحمله على المستشفى يعطوه إبرة القزاز. طيب الطريقة السادسة اللي بيتم فيها الانفكشن by pathogen entering wounds، هو دخل مباشرة على الجلد، إنه مثلا جرح الواحد وما طهرنا الجروح by hand contaminated hand، أو ال unsterile instruments، الدكتور مش معقم أدواته. infection of skin tissue such as هو ال boils، بيعمل زي blisters أو زي الفقاقيع على الجلد. and abscesses اللي هي الخراج أو التقيح، هدولي transmitted in this way، إنه أنت انجرحت ومسكت الجرح بإيد ملوثة، أو كانوا بيعملوا الجراحة بأدوات جراحية مش ستيرايل، فهذا كله بيعمل boils and abscesses، هنا اسم المرض. سبعة، by pathogen entering the blood through the bites of arthropod vector، for example virus encephalitis، أو بين قوسين حطوا لي إياها هاي rabies، إنه الميكروب دخل مباشرة لمجرى الدم. شو دخله مباشرة لمجرى الدم؟ عن طريق عض بعض الكائنات، زي مثلا إذا كنا بنحكي عن داء الكلب اللي هو الريبيز، تمام، داء الكلب إذا كان الكلب مسعور بينقل لي الفيروس اللي بسموه فيروس انسفاليتس. يعني فيروس انسفاليتس اسم الميكروب، أوكي، ريبيز اسم المرض، أرثروبود فيكتور اللي هو الناقل، أوكي. إذا هم بيحكوا لساتهم على نفس الإشي. إذا هذا دخلنا الميكروب لمجرى الدم، شو اسم الميكروب؟ فيروس انسفاليتس. شو صار مع المريض؟ صار مع ريبيز اللي هو داء الكلب. طبعا داء الكلب خطير جدا، يؤدي الميكروب بيتغذى على خلايا الدماغ وبيتلفها تماما، بالنهاية بيموت البني آدم. فمشان هيك أي كلب مسعور لازم إنه يتعالج، أو إحنا عنا بيطخوا الكلاب المسعورة. أي كلب نفترض إنه مسعور ما لم يثبت عكس ذلك، أوكي. لكن في بلاد تانية الكلاب منتشرة فيها عادي، بيكونوا معطين مطاعيم للكلاب، والكلاب فالتة في الدنيا وما بتعمل مشاكل، يعني حسب النظام تبع البلد. إحنا أي واحد، الأصل إنه أي واحد بيعضه كلب نجيب الكلب ونشوف هل هو مسعور ولا مسعور، وبعدين نعطي البني آدم المطعوم. فإحنا في بلادنا بنفترض إنه أي كلب يعتبر مسعور ما لم يثبت عكس ذلك، فمنوجعش راسنا في الموضوع كلياته، نمسك الكلب وعلى طول بنعطي المطعوم للمريض. طيب 8، by the transfer of pathogen from mother to fetus during pregnancy، من الأم لجنينها. إيش في أشياء بتنتقل هيك؟ مثل السيفلس، توكسوبلازموزيس اللي هو داء القطط، روبيلا اللي هي الحصبة الألمانية، كلاميديا، بعض أنواع الفطريات والإيدز، هدول بينتقلوا من الأم للجنين. ورقم 8، transfer of pathogen by blood،
أو blood products، يعني هو أخذ وحدة دم أو أخذ بس بلازما أو أخذ صفائح، هذا نسميه blood product. شو بينقل هذا الحكي؟ بينقل هيباتايتس بي أند سي، التهاب الكبد الوبائي طبعا بي وسي، سيء جدا ومنتشر عنا في الأردن كتير، أو بينقل سيفلس أو الإيدز. أوكي، هون آخر شيء بدنا نحكي بس المصطلح هذا اللي مرق معانا. طبعا باقي المصطلحات هون pathogenicity حكيناه قبل هيك، state of disease حكيناه قبل هيك، virulence ما حكيناه أو حكيناه على السريع في المحاضرة، قلنا الفيريولنت باثوجين أو فيريولنت ميكرو معناته هو بيكون قوي وبيقدر يعمل التهاب بكميات صغيرة. لإيش بيستخدموه هذا؟ لوصف describe the degree to which the organism is likely to cause an infection، أو بيوصف degree of pathogenicity or disease producing ability of microorganism. يعني إذا وصفت الميكروب إنه virulent bacteria معناتها مش منيحة، معناتها كتير قوية رح تعمل لي مشاكل.